راشد الزرعي. أيها الأخوة الكرام، هذا الشوط هو الشوط 15 للجعادين المحليات، مباشرة مع الزعيم لعلي بن مهدي بن مسفر آل عامر في مقدمة هذا الشوط، بينما يليه المركز الثاني شاهين السيد راشد، للسيد راشد بن علي بن سالم بن علي الكتبي على ثاني الأسماء. أنتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث هنالك هملول للسيد فيصل بن هلال بن خير هلينيبي مع ثالث الأسماء، والمركز الرابع الوصول أيضا من قبل مفوض للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري مع المركز الخامس. وفي المركز السادس هنالك مكلف لسعيد بن محمد بن ركاض العامري، بينما الوصول أيضا من شاهين للسيد ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي الذي حلق مع الأسماء الستة الأولى ما شاء الله، فيلاحق هنالك الأسماء المتقدمة. بينما المركز الثامن، المركز الثامن صغان للسيد عبد الله بن حمد بن سالم أيضا بالهدفة، وصل مع المركز التاسع. وفي المركز العاشر التحدي والإثارة من شاهين للسيد مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء المتقدمة، 3 كيلومترات ما تبقى يفصلنا عن الناموس، ونعود هنالك إلى المركز الأول وإلى القيادة وإلى الصدارة. الله يا الزعيم، الله على هذه الأسماء، بالفعل اسم على مسمى، اسم على مسمى، أنت زعيما وقائدا لهذه الأسماء، وأنت زعيما ومسيطرا بهذه الخطى الثابتة. الله الله الله، علي بن مهدي بن مسفر العامر هو زعيما مالكا لهذا الزعيم الذي يسيطر على مقدمة هذا الشوط. هو المركز الثاني، المركز الثاني هنالك حطام لسالم بن علي بن سعيد الذي وصل أيضا مع الإثارة الوصول الرائع والمميز. والمركز الثالث، المركز الثالث الوصول أيضا من الجهة الأخرى من قبل هملول فيصل بن هلال الينيبي على الثالث الأسماء. الدور دور المركز الرابع الوصول أيضا، الوصول أيضا من المركز الرابع هنالك مكلف لسعيد بن محمد بن ركاض العامري، ووصول أيضا من الأسماء الملاحقة هنالك شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، ووصول أيضا من شاهين راشد بن علي بن سالم الكتبي. وعلى المركز الثامن الوصول أيضا من العابر سلطان بن يمع بن كلثم الخيلي على المركز الآن التاسع وعاشر الأسماء. المركز العاشر، العاشر هنالك الذهب الذي بدأ يرتفع بهذا العيار الثقيل هنالك مع التحديات لأحمد بن غانم بن علي المنصوري. كيلوين 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 يا مضمرين، يفصلنا عن الناموس وعن السلامات. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى هذا الزعيم الذي مسيطرا وقائدا لهذه الأسماء الجعادين ما شاء الله المحليات في هذا الشوط. وهنالك القيادة والسيطرة مع الزعيم علي بن مهدي بن مسفر آل عامر. المركز الثاني، المركز الثاني مكلف سعيد بن محمد بن ركاض العامري على المركز الثاني. والدور دور المركز الثالث الوصول أيضا من شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع الوصول والتحركات من هذا المحيط، يا مرحبا يا أبو سلطان، هذا المحيط الكبير، هذا المحيط الهادي الذي يملك الرزانة والتحديات، وبهذه الخطة الرائعة والمميزة سالم أبو سلطان بغارب المنصوري مع المحيط، بينما هنالك الذيب خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي، وكذلك الأسماء الملاحقة، وكذلك الذهب، وأيضا هنالك اسم شاهين حمدان بن يابر بن هياي المنصوري، وأيضا اسم كفو لمسلم بن سالم بن شعلوب الدرعي الذي انضم إلى 8 الأسماء المتقدمة بهذه القيادة. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى السيطرة وإلى الزعيم، بالفعل اسم على مسمى ما شاء الله يا الزعيم منذ الانطلاقة، وأنت قائدا لهذه الأسماء الرنانة علي بن مهدي بن مسفر آل عامر. ولكن الكيل والمتر النهائي، الكيل والمتر النهائي، وهنالك وصول أيضا من هذا الذهب، الذهب وصل الذهب باحثا عن الذهب فالك وفاله إن شاء الله الذهب في الأيام القادمة. أحمد بن غانم بن علي المنصوري. وفي المركز الثالث الوصول من الذيب خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي، وكذلك الزاوية الأخرى مكلف سعيد بن محمد بن ركاب العامري. وعلى المركز الخامس الوصول من المحيط سالم بن سلطان بغالب المنصوري، وكفو مع مسلم بن سالم بن ثعلوب
والدرعي والوصول ايضا من المركز السابع شاهين حمدان بيامر بن هياي المنصوري. ولكن اعود مع المقدمه، اعود مع الزعيم. الله 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 يا الزعيم، هذا هو الزعيم الذي يقود هذه الاسماء، الزعيم للسيد علي بن مهدي بن مسفر ال عامر. يا الله يا الزعيم، كانت البدايه بالزعامه وخلت تنتهي مع الزعيم على هذه اللحظات الجميله رغم الخطوره القادمه، الخطر والتحذير ايضا من قبل الذهب احمد بغانم. ابو علي هنالك حاضرا وملبيا مع هذه الاسماء، ولكن الزعيم انطلق وعاد مره اخرى. ما يرضى الا بالناموس، ما يرضى الا بالنصر، ما يرضى الا بالسلام. سلام يا الزعيم، سلام سلام يا العناوي، سلام سلامي عليك يا بن مهدي، علي بن مهدي بن مسفر العامر. المركز الثاني هنالك الذهب احمد بغانم المنصوري، المركز الثالث الوصول من الذيب خليفه محمد الزهرة، المركز الرابع كفو محمد مسلم بسالب ثعلوب الدرعي، وفي المركز الخامس المحيط سالم بن سلطان بغالب المنصوري، وفي المركز السادس ولنكتب الخمسه المراكز الاولى المتقدمه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، راينا القوه، راينا الزعيم الذي قاد الشوط وانهى الشوط لصالح بهذه الزعامه وبهذا الفوز وبهذا الانتصار. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني الذي رافق في هذه الرحله الرائعه والمميزه والتوقيت. شوفوا السرعة 52 ما شاء الله يا المخرج المتابع، كل التحركات وكل أيضا الأوامر والسرعة رائعة ومميزة قد تصل إلى 52 كيلو متر في الساعة، والتوقيت يقول توقيت أفضل. فأهلا وسهلا بتوقيت جديد ورائع مع هذا المميز وبانطلاقته، ورأينا الأمتار النهائية. هذا هو السبوق اللي بيسبوق، هذا هو الزعيم. التوقيت 7:47 من الثواني، ما شاء الله هذا الاسم الرنان وهذا الزعيم. التهنية لعلي بن مهدي بن مسفر العامر، ورأيناه في الأمتار المجنونة كان انطلق بقوة وبإثارة. المركز الثاني أيضا الذهب المميز والرائع أحمد مغانم بن علي المنصوري، قدم عروض رائعة ويشكر عليه، وحتى توقيته كان رائع ومميز 7:42 من الثواني. تهنينا لمالك الذهب أحمد غانم علي المنصوري مع المركز الثاني وثالث الأسماء. ثالث الأسماء كان الذيب، والتهني أيضا لهالي العين وأهالي رملة الراعي أو أهالي النايفة على المسمى الأخير خليفة بن محمد الزهر الخيري. والذيب توقيته 7:44 من الثواني. تهانينا والناموس أيها الأخوة الكرام لكل المراكز الأولى المتقدمة الشوط 16، وزميل آخر يصف لكم تعليقا قاصدا بوصف 10 أسماء.